بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة سلسلة دروس تعليم كيفية كتابة خط النسخ بالقلم العادي. تمام؟ النهاردة التاريخ كام؟ كام يا ولاد؟ 9 9 8 2021 كام موافق كام هجري؟ 16 ها؟ 16 ازاي؟ واحد أيوة. 1443 مظبوط، النهاردة أول السنة الهجرية. واحد تمام؟ هنقول إيه؟ محرم مش كده؟ والاثنين دي هتبقى 3 1443 تمام؟ انتوا طيبين. يلا هنبدأ النهارده الدرس. آخر حرف خدناه إيه؟ ميم. الميم النهارده إيه؟ نون. النون. درس اليوم حرف النون. تمام؟ ازاي هنكتب النون؟ كتابتها ازاي؟ بص معايا اهو، ده السطر مش كده؟ ناخد قلم لون تاني، ادي النون. بص معايا كده، هنبدا اهو فوق السطر هنكتب زي رقم 1 كده خلاص، وبعدين هننزل تحت السطر عشان نعمل الكسر، وبعدين النقطه. تمام؟ واضح؟ يبقى اول خطوه اهو نعمل زي كده اهو خلاص، وتحت السطر بنعمل الكاسه بتاعتنا اهي. بصوا النهايه دي ما بتبقاش على مستوى البدايه، دي بتبقى اقل. نهايه النون الكاسه ما بتبقاش على مستوى البدايه، بتبقى اقل شويه. خلاص اهو زي ما انا عامل كده المسافه دي اهو. شايفين؟ بصوا دي اهي كده مثلا، ودي كده. ما يبقوش على مستوى واحد، وبعدين نحط النقطه هنا. خلاص؟ ده حرف النون. في شكل تاني؟ بس ده يعني احنا ايه ممكن تلاقوه في المصحف مكتوب في الصور اهو، عامل كده. ده الواحد برضو، والنون بصوا بيعملوها كده. دي اسمها المرسله، اسمها نون ايه؟ المرسله. هتلاقوها في المصحف مكتوبه زي كده، بيمد النون كده للاخر خلاص، عشان المكان يكون عنده ضيق كده في فراغ في الصف، بيكمل النون بيمدها زي كده. دي اسمها ايه؟ ايوه اسمها ايه ده؟ المرسله. يبقى اسمها نون المرسله، ودي النون العاديه اللي هي ايه؟ ليها كاسه، ليها ايه؟ كاسه تحت السطر. تمام؟ تمام. يلا هنبدا بقى ايه؟ القاعده الاساسيه المهمه بتاعتنا بتاعت كل حصه. هنبدا مع الحرف، لكل حرف 4 حالات. احنا معروفين طبعا المفردة الأولية الوسطية المتصرفة، 4 حالات. نمرة 1 الحالة المفردة. الحالة المفردة بالنسبة للنون تكون ايه؟ مفتوحة. تحت السطر ولا فوق السطر؟ مظبوط. تكون منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة. منفصلة، يبقى احنا كده تمام. عايز طبعا هنا نبدأ بالحالة المفردة. مثال في كلمة نون، في حرف نون مفردة. يلا نون. نون؟ اه تنفع نون صح. ادي نون، هنعمل كده السنه الاولانيه اهي، وبعدين الواو والجزء اللي نازل اهو. تمام؟ وبعدين النون اهي خلاص. ادي النون. طب كلمه ثانيه نون. لا نون. كان اه سهله. كان اهو، هنعمل الكاف اهي، الكاف اللي خدناها اسمها ايه دي؟ الكاف دي اللي خدناها اسمها ايه؟ كاف داليه. داليه ايوه. اسمها ايه؟ كاف داليه. داليه، كاف داليه، عشان وراها ايه؟ وراها ايه؟ الالف دي ايه؟ صاعد. يبقى اسمها ايه؟ كاف دالية. تمام؟ احنا قلنا ايه كلمتين؟ كان صح؟ ادي كان. تمام اهي، هذا مثال لحرف النون المفرد. مظبوط كده؟ وقلنا شروطه اهي، النون مفتوحة تحت السطر منفصلة. تمام؟ يلا نمرة 2 الحالة الأولية. أنا عايز
شروط النون الأولية إيه؟ تكون إيه؟ تكتب ها؟ مفتوحة. آه إيه اللي لا؟ مفتوحة. استعجلش في الإجابة. تكتب مفتوحة. طيب تحت السطر ولا فوق السطر؟ فوق السطر. أيوة فوق السطر. تمام. طيب تكون متصلة؟ متصلة. متصلة من الشمال؟ لا من اليمين. لا انا بكتب نون وبعدين كلمه يبقى ايه من ناحيه ايه شمال يبقى هنا شمال خلاص اهي متصله من ناحيه الشمال خلاص طيب نطبق الكلام ده الشروط دي على كلمه عايز الحاله الاوليه عايز نون في كلمه اوليه نمر تمام يبقى نقول ايه ممكن اعمل نمر ادي النون والميم اهي وبعدين سنه الراء ادي نمر تمام ممكن ايه نسر طيب انا عايز اعمل اشكال للنون دي الاوليه احنا خدناها الاشكال فاكرين حرف الباء الاوليه والت والس نفس الشروط بتنطبق هنا على الحاله الاوليه يعني الحاله الاوليه دي بتشمل ايه بص معايا تشمل النون من الاول نبدا من الباء والت والس وايه كمان ها ده لا والنون اهي بتحصتنا النهارده في حرف تاني يعني هنا نقول زائد 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 في حرف خامس الياء ايوه تمام ادي الياء مظبوط يعني القاعده دي هنا الاوليه الحاله الاوليه بالنسبه للنون اللي هنقوله عن النسب ينطبق على الباء والت والس والنون والياء تمام ازاي يعني معنى ايه الكلام ده يعني ممكن كلمه نمر دي اعملها ايه اعملها كده اشيل النون واعمل ايه ها تبقى تمر مظبوط ممكن الغي تبقى ثمر يا مر مظبوط يبقى احنا كتبنا اهو بنطبق القواعد بتاعتنا كتبنا النون وكتبنا الت والس وب ممكن تبقى هي نقطة هنا بمر مثلا يعني كله صح أو يه ممكن يمر شفتوا ازاي؟ يبقى احنا بنقول هنا تشمل دول اسمهم ايه نقول عليهم انها تكتبوا الكلام ده اللي انا بقوله لما نخلص ها المجموعة الايه؟ الخماسية اهي المجموعة دي اسمها ايه المجموعة الخماسية؟ بينطبق عليها الحالة الأولية في أول الكلمة، إنما الحالة المفردة ما ينفعش غير النون بس تمام؟ القاعدة دي ما تنفعش غير على النون، إنما هنا النون بتشمل اليه والس والت الخمس حروف بينفع أهو طبقناها عليه، ممكن نجيب كلمات تانية، أي كلمة تانية مثلا ها نقول إيه؟ لا نسر لما نكون عندي النون في أول الكلام وراها سين بعمل كده. بص إزاي؟ اهي شوف عملنا ايه في النون هنا وبرده تنفع الخمس حروف هنا واخدين بالكم في النون دي اهي ليه انا عملتها كده بسن عاليه لما يكون وراها سين زي بسم احنا لما نكتب بسم زي كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم بعمل كده بصوا معايا اهي تبقى عاليه وبعدين اهو مظبوط اهو ما بعملهاش سنه صغيره كده زي ما احنا كاتبين هنا خلاص ما ينفعش لازم لما يكون وراها سين اعملها كده او اعملها كده برضو ممكن كده نقطة واعملها كده اهو دي صح ودي صح دي لما يكون بعدها ها الشرط بتاعها بعدها حرف سين تمام ها واضح يعني لما اجي اكتب باسم بسم الله الرحمن الرحيم لازم تكون باسم بالطريقة دي او كأي كلمة فيها سين خلاص زي ياسين مثلا ياسين اهي تمام اهي عشان وراها ايه وراها ايه سين حرف سين تمام خلاص دي الحاله الاوليه تنطبق عليها المجموعه الخماسيه ايه هي المجموعه الخماسيه قلنا ب و ت و ت و ن واضح كده اي سؤال طب تمام يلا نبدا بقى نمره 3 الحق اتفضل النون انت كاتب النون العاديه كاسه تحت السطر اه هي النون الكبيره فيها كاسه تحت السطر اه اهي ما هي موجوده لك مرسله اهي انا كاتبها لك اهي شايف ازاي
يعني بتبقى كده اهي زي ما انا عامل السطر اهو كده اهو، وبعدين بيبدا من هنا بدايتها اهو، والكاسه اهي بتاعتها، بس بتبقى ايه مرسله عشان كده يعني الحرف